طب الانتخابات المرة دي بتأتي وتتزامن مع أحداث قطاع غزة، واللي كان ليها العديد من المخططات الإسرائيلية التي أفشلها الموقف المصري، ومن عدم تصفية القضية الفلسطينية، ويعني الرفض التام من قبل القيادة السياسية طبعا بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعملية التهجير القسري لسكان قطاع غزة. فخلينا برضو نقول أن كمان في تحديات كتير في الجارة الجنوبية والغربية أيضا، فعايزين نتكلم على وقت الانتخابات في هذا التوقيت. شوفي هقول لحضرتك حاجة، الانتخابات محددة، هي مش بوقتها، هي ما جاتش عشان التوقيت، عشان الأحداث ديت. أنت عندك دستور بيحدد لك الانتخابات إمتى، ولسه بعد يعني بدءا من بكرة هتبتدي الطعون، وبعدين البت في الطعون، وبعدين إذا كان في إعادة يعني، وبعد كده في إذا كان في طعون في الإعادة. يعني إحنا لسه مش هننتهي بكرة، لأنه لازم تدي حق للناس اللي عايزة تعمل طعون من المرشحين. فلكن بكرة طبعا هيبان الوضع هيكون شكله إيه، لكن مش هتبقى النتيجة النهائية. غزة أعتقد إنها يعني أنت عندك بالفعل من فترة طويلة ومتقطع الوضع في السودان والوضع في ليبيا بيقلقك جدا، وخايفة على حدودك جدا وبتحافظي عليها. لكن غزة المختلف فيها يوم 7 أكتوبر إن أنت شفتي حرب بعينيكي، وشفتي فظائع حرب وفظائع لإهدار حقوق إنسان في غزة، وشفتي ازدواجية معايير من العالم. فالحقيقة دوت بالإضافة إلى فكرة التهجير القسري اللي إحنا ما نقبلهاش لإخواننا في غزة. ليه؟ لأنه دوت إهدار لحقوقهم وإهدار لحقهم في وطنهم، بالإضافة طبعا كل القصف اللي بيحصل ومنع عنهم الوقود وكده. فأنت لأول مرة في حياة العالم بيشوف ده على السوشيال ميديا دقيقة بدقيقة. قبل كده كنا بنشوف مقتطفات من حروب، لكن انت بتشوفي ده بعينيكي، وبتشوفي الحقيقة ازدواجية الغرب. واعتقد ده اللي نزل الشباب، انه اكتشف انه بعض من يهاجمون مصر بشعارات دول عندهم ازدواجية. واللي نزل الشباب لانه عايزين قيادة تكون قوية تقدر تحافظ على حدودنا، تحافظ على كرامتنا، وما تسمحش بإهدار حقوق الفلسطينيين وتهجيرهم، بالإضافة لمحافظة على سيادة الدولة. وده نزل أعتقد كان من الأسباب اللي نزلت الشباب.